افتحها يا سامية قبل ما اقطع شراييني. والموس اهو. يا ريت، عشان دمك يتسافل يتصفى، ساعتها بس ممكن اسامحك. اشهدوا يا ناس، انا بنتحر عشان خاطر حبيبتي اهو. اه قلبي، اوعية الدوامية. تلاوي اه اربطي لي ايدي اوام قبل ما النزيف يوصل للقلب. يعني ايه؟ يعني قبل ما النزيف يبقى داخلي. معلش يا حبيبي. معلش قوم يا حبيبي. انا مستاهلش انك تموت كافر علشاني. اه يا سافل، انا قلت عشان لو حبيتوا تعملوا مكرونه النهارده. مكرونه؟ شفتي انا بعمل كل ده عشانك وحياه النعمه، وعارف ان انا مش هون عليكي. انا جايب لك صلصه من غاليه، كان ممكن اجيب لك كشطه من رخيص. هو ده اللي انت عايزه تتجوزيه؟ اكل بعقلك حلاوه، ويا ريتها حلاوه بقشطه، لا حلاوه بصلصه. والنبي خالتي سيبينا في حالنا، واحد وخطيبته بيستفلوا مع بعض، مالكيش دعوه انت. وبعدين اما هتجوزها هجيب لها حلاوه بالفستق واللوزدق وعين الجمل واللوز. تعال احب فيكي شويه بقى، وحشتيني بجد. وحشتك يا خاين. يا بنت اسلوبي طولك شويه، ما تطمعيهوش فيكي. حد يشوف عيون البكر دي وما يطمعش. احترم نفسك يالا. بقولك ايه، انا شفت حاوه معدي تحت البيت، تعال افرجك عليه من البلكونه. حرام انا جوز خالتي. عاجبك اللي بتعمله بنتك؟ دي هترخص بك كده يا راجل. ربنا يكرمك بالزهايمر، أو ينقص في عمرك في إشارة مرور، أو حتى يجيلك إنفلونزا الطيور. آمين يا رب. برضو مش هنسى عملتك السودة. كده بقى هتخليني أشرح لك وأدخل في تفاصيل تجرح محاسيسك. لا يا حبيبي، اجرح محاسيسي، أنا بقى عايز أعرف عشان أسامحك. أمري إلى الله. أنا هشرح لك عشان زي ما بيقولوا لا أحياء في العلم. الجهاز المنجب عند الراجل ده عبارة عن إيه؟ شوية مسالك وأوردة. عدم المؤاخذة زي المواسير. المواسير دي لو اتسدت هتبقى مشكلة سودة، عشان كده لازم لها تسليك وتنظيف. لو ما سلكناش وما نضفناش، واخدة بالك، هنصاب بأمراض خطيرة جدا. بس أنا برضه عمري ما سمعت عن الكلام ده. عشان كده لازم يدرسوا الثقافة الإنجابية دي في المدارس. مش معقول البنت تبقى عاملة زي الجاموس العشر كده وما تعرفش أي حاجة عن جسم الراجل. أنتوا مش خدتوا الكلام ده في المدرسة؟ لا، أصلي كانت بتغيبني في الحصص دي. خير ما عملت. أمال أنا حبيتك ليه؟ بص، أنا جايب لك معايا مجلة طبيبك الخاص، فيها دكتور كاتب كلام بيأكد الكلام اللي أنا بقوله لك ده بالرسم والصورة. حبيبتي، أنت سخسختي بمدرج إنك شفتي الرسم. والله ما عاد في منك. أمال أنا حبيتك ليه؟ سامية، سامية. ايه اللي انت وريته لي ده؟ بص، انا مصدقك، بس اوعى توريني الحاجات دي تاني. ما تنساش ان انا من اسره محافظه. ايوه، ما انا عارف انك من اسره محافظه. ابوكي من اسره محافظه، وامك من سجن المحافظه. قصدي إيه؟ محافظه يعني. طب يلا بقى يا شد حيلك عشان نتجوز. مش الست برضه عندها مواسير؟ معرفش، بس انتوا اكيد لكم نظام صرف يختلف عننا. استحيل حكايه المواسير دي. شش، مواسير ايه؟ امك قاعده بقى. اكلك البلوزه يا اختي. ايه حكايه البلوزه والحلاوه في البيت ده؟ انتوا كده هيجي لكم السكر، وهيبقى عالي كمان 300 فهرنهايت. طب استنى استنى، ما تمشيش، هجيب لك شويه بفتيك على نجرسكو. تعالي هنا. البيت الطاهر ده بيدخله خمره من امتى؟ خمره؟ النجرسكو دي مكرونه بالبشاميل بس بالفراخ والهوت صوص. هوت صوص؟ بقول لك ايه؟ اوعي تنسي انك من منطقه شعبيه وابوكي فران. ولا بلاش صوت لسان. انت بقالك سنين داخل خارج واكل شارب ضاحك ماسك. ماسك؟ قدامك شهر، يا تجيب شقة وتتجوز، يا تفضها سيرة. البنت جاية لها عريس من أمريكا. ما تستعجليش يا خالتي، مش جايز يولع بيه مركز تجارة عالمي تاني؟ طيارتين كده يخشوا في وش أمه، ولا يضربوا قناص ببندقية، ولا يولع بجاز وسخ حتى؟ فلا الله ولا فالك، امشي من هنا يا وش الفقر، امشي. نبي نازلين نمرسكو دي في السابق. امشي، وانت يا بنت امشي تجري جوه، فانا نجرسكو ورا بتاع. خلي ربنا يعينك على ما بلاك يا جوز خالتي. لا كسره فوق دماغك. اللهم ارزقها بسيارة مفخخة أو شحنة ناسفة، تفعل ما تفعل بها ولا نستطيع جمع أشلائها. آمين يا رب.
قوم انت زي الفل. قوم تبقى تعدي تاخد من تحت العلاج تاني يا ترامي. لو سمحت يا دكتور علاقتنا تبقى في حدود العمل وبس، اوعى يا اخويا تكون فاكرني من بنات اياهم. انت ليه فهماني غلط؟ ما تديني فرصه اعرفك على نفسي كويس. لو مديت ايدك تاني مش هيحصل لك. طيب ايه بقيس لك النبض؟ نبض ايه؟ اوعى ايدك كده كتك القرف. دماغي جازمه بس مزه جامده، جسمي زي ده ما حدش ليه بسهوله ابدا، بس مسيرها تقع. يا عم مناويشي ما تيجي ولا انت مناويشي؟ ما تيجي يا عم ما تمسي قول حاجه كح حتى. وحشتني يا معلم. يا مساء الفل. مساء جمال. معلش يا معلم بالنسبه للفلوس اللي عندي اصل معذور حبتين. ولا يهمك، تعال اشرب معايا طبق كشري. ولا طبق كشري ممتاز. ولا يهمك، احنا قريب قوي هنبقى اكتر من الاهل. واحنا لسه هنبقى؟ ده احنا اهلي فعلا يا معلم. ده العاشم برضه. بقول لك ايه، انا عاوز اخطب الانسه الدكتوره تفاحه. دكتوره تفاحه؟ الله يكرمك يا معلم. سعادة مؤاخذة، أنا شايف إن عيالك صغيرين أوي على تفاحة. قال مين يا جدع؟ الله، أنا عايز أخلص فيه أنا. يا عربي الكشري، وانت متجوز أربعة يا معلم؟ معلوماتك بايتة. التلات اللي فات ماتت مراتي القديمة فوفا، وجوازي من الدكتورة تفاحة هيبقى كمالة على طول كده. طب مش ناخد رأي تفاحة الأول؟ يا عم مناويشي، أنا طالب منك إيد البيت عشان أنت كبير العيلة. الله يكرمك يا سيدي، بس الموضوع صعب صعب قوي، بس وعد مني أنا هحاول فيه. أنا نفسي أعرف إيه آخر الجرران الناعم ده؟ ما تجيب نار الحل احسن. يا بنت انا عمك وقلبي عليكي، وبصراحه ربنا بقى انا مش عاجبني رميتك في البيت كده زيك زي اي اباجوره لمبتها محروقه. هي الست اخرتها ايه؟ لازم تتستر في بيت جوزها وتخلف عيال، امال ايه؟ طب دوقي نفسه في الكشري. يا سلام، انت ما نفسكيش تبقى ام يا بنت يا تفاحه؟ انا ما اقصدش اقلب عليكي المواجع يا تفاحه، بس عاوزك تاخدي بالك ان العمر بيعدي والتفاح بيعطل بسرعة. يعني انت شفت حد بيتقدم لي يا عمي؟ كلهم طمعانين في الشقة، مفيش حد بيتقدم لي عشان دواخلي يا عمي. انا بقى جايب لك اخصائي، والراجل اللي جاي ده شاري شاري، ان شاء الله تكوني عاملة حادثة. يا بنتي لازم تتجوزي جوازة مستريحة زي اخواتك. يعني عشان اتجوز جوازة مستريحة اروح اتغرب في الصومال زي نعمة، ولا اتجوز راجل حرامي زي عليا، ولا اتجوز راجل خرع زي مادة يا عمي؟ يا عم انا عايزه فتى يعني احلامي يكون اسمر. ها؟ أه؟ اسمر اسمراني. مين قساك عليا؟ لو ترضى. مساء الخير على احلى عم في جمهوريه مصر العالميه، ونسمع سلام باحترام بيقول مصر هي عمي خيرها جوه فمي. ايه ده انتوا بتاكلوا كشري؟ ده انا جايب لكم نجريسكو بالهوتشوس. شطه تاني، ده انت اسمك ما بيفرقش لساني. يعني ايه؟ بالشطه. اسكت، مش البنت التفاحه جالها عريس نقطه؟ المعلم زهني شطه. المعلم زهني اتاري عمال يتملحس لي، وانا فاكره عايز يفتحني في موضوع الشقه. هو تملحس لك؟ تملحس لي كتير. اصله هراني ملحسه. مش بعيد بقى يكون عايز يتجوزني عشان ياخد الشقه. شقه يا قطه الشقه. بص يا معزه، بجيتك دي هتبوظ الجوازه، ايه رايك؟ انت بتنططي على ايه؟ انت فاكره نفسك مين اشاسه؟ الحمد لله انا حاسه بانوثتي، محتاجه شهادتك. كفاية بصت الناس عليا في الشارع. بصات الناس يا واطي؟ طبعا انا اشوفك خارجه بلبس محزق ولا ملطخه وشك بمكياج، ورحمه ابوك اللي هتفادك هنا في الشقه دي. انت ايه اللي جابك بس مكياج؟ خلاص هتتقنع. هتتقنع يا عم ورجلها فوق رقبتها، ورحمه ابوك اللي هتتجوزي زهني بتاع الكشري. ونسمع سلام العدس الليله ليله عيده. العدس الليله الليله ليله عيده. يا رب اتباري واتباري. العيد الليله اللي تعيده يا رب يتبارك. بس هقول لكم تصبحوا على خير يا اولاد، انا طالع. ايه رايك في المكان الجامد ده؟ على فكره بيعملوا هنا ستيك جامد جدا. لا يا اخويا ماليش في الايس كريم. يا بت ده سمك مدخن. بلا مدخن بلا منفس.
انا مش فاهم اخوكي ده بيتنك عليها على ايه؟ ده رئيس شركه الغاز الطبيعي بذات نفسيته ما يعملش معايا كده. هو حاحا ما بيتقاكش من يومه مش عارفه ليه، بس انت ما تخليش حد يهز ثقتك في نفسه. انت عارف يا واد، وانت بتلفح الانبوبه كده على كتفك وماشي في الحاره زي الاسد، بشوف نفسي كده وانت لافحني على كتفك في ليله الدخل وقلبي كده بيرفرف من السعاده. ده انا عايش عشان احقق الحلم ده. ده انا ساعات بشيل ثلاث انابيب مره واحده عشان احضر نفسي الليله دي. يعني انا بحمول الثلاث انابيب؟ بس الانابيب متعبيه غاز. اما انت انبوبه متعبيه قشطه، انبوبه متعبيه عسل، انبوبه متعبيه منبه يا منبه، وهتنفجري من جمالي. ده انا كده بقى لازمني منظم. بتعمل ايه؟ بندح على المتر. مشاريف انابيب انابيب انابيب. اصحي يا منطقة واسمع الندى، اصحي يا منطقة واسمع الندى. انابيب بيب بيب انابيب، انبوبة للمحبة، انبوبة للغرام. لو تاخد مني واحدة هتشغل السخان. اللي عايز انبوبة يصحى من الغيبوبة، واللي واقف مستني معلش غصب عني فيها ازمة في الانابيب. انابيب بيب بيب والنبي يا فوزي وحياتك يا فوزي تديني بومبا. ما تكونش يا فوزي قديمة يا فوزي، بتنفس يا فوزي وتولع يا فوزي من تكة واحدة. يا حلوة يا بطة ما تيجي نقعد عطة، يا بنت الايه يا شطة استنى عالمحطة. واللي عايز انبوبة يصحى من الغيبوبة، واللي واقف مستني معلش غصب عني فيها ازمة في الانابيب. انابيب بيب بيب انابيب بمبا. شوف الواد يخرب عقلك يا باشا. ايوه محمد. عيب يا ولد، ده خالي. عفريت ربنا يحميك. ربنا يحميك. مش تهدى شويه يا ادم اتكلم مع ابوك وامك؟ انت عمال ترغي من الصبح لما صدعتنا. انت ايه بلطجي؟ والله الواد مصطفى ده عنده حق. دي بنت دماغها ناشفه عايزه تنكسر كل شويه قعدات ومؤتمرات. عيب الكلام ده يا عليا يا اختي. احنا الاول نطمن لزهني ده ونتاكد ان مصلحه اختنا وياه. هو في حد بيتجوز في البلد دلوقتي يا ماجده؟ على الاقل زهني ده هيصونها ويسطرها بدل ما تاخد لها شاب فقير ياكلها فول وطعميه. النبي عليه يا اختي، دي البيوت مليانه مشاكل وهم وقرف. ما انا قدامك اهو جوزي مطلع عيني واخر غلب. بس ما نحل مشكلتك بقى. يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها. مش عيب تبقى قد الشحط ومش عارف تحل مشاكلك. مش دور. ما انا قلتلك سيبك من شغل الهنبقه بتاعك ده وتعالى اشتغل عندي سكر كير. سكر كير؟ مش اما تعرف تقولها الاول. ما اشتغلتش معاه ليه؟ امشي لعن ابوك. وبعدين هشتغل معاك ايه؟ مرمطون؟ يا اخي حرام عليك بقى، هتفضل تحب الفلوس لغايه امتى؟ ما كفايه بقى لعب البتاع الزرقاء اللي انت ماسكاها لي دي. انا هحسدكوا على ايه؟ ده انتوا اغلى جهاز عندكم الخلاط. ايه اللي جرالك؟ انت بعد ما اتجوزتي الاخ ده بقيتي خايفه ان كل واحد ياخد منك حته. انا مش قلتلك ما تعلي الصدق؟ ما تهدى بقى عن حب تربيتك عادي. ولد مالك؟ سيب الولد. مش تربي ابنك بدل ما بتربي في حضنك. قوم يا بس. ايه حاحة مش كده، اهدى شويه. ما توحدوا الله يا جماعه، هو احنا اتحسدنا ولا ايه؟ اسمعوا بقى، انا قلتلكوا اللي عندي. عايزين تقفوا جنبي كان بها، مش عايزين انتوا احرار. اوعى من وشي. يا حاحة يا حاحة استنى بس، مش هتتغدى معانا؟ أهلاً.
اهلا 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 اهلا. ايه ده؟ ايه النور ده؟ اهلا 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 اهلا. ازيك؟ ما شاء الله. بقيتي فين؟ ما كنت وبقيت على يا لا لا انت ليه ما ولا ايه؟ انت تعرفني؟ لا خالص ولا انا اعرفك. يلا انا عايز اكلم الصومال كمان، يعني لا نعرف بعض وعاوز اكلم الصومال. طب اعمل ايه انا؟ الصومال ايه بس؟ في حد يكلم الصومال في عز الحر والدنيا ساقعه برد موت كده؟ حرام. بيتكلموا فين؟ انت عارفه انت اللي عاوزه تكلمي بن لادن في المغاره بتاعته تورا بورا مورا كفنطورة دي؟ والله كلاسه صومال. ايه ده؟ انا عايزه اكلم اختي في الصومال في مجداش وادي النمر. انسى. طب ما تقولي كده من الصبح. انا بصراحه انا قاعد هنا بقالي عمري ما حد طلب مني الصومال دي. هي الصومال دي ليها مفتاح ولا ترباس؟ وحان الترباس ده يزرجن بقى ويبقى عايز ناس. هي اختك ايه اللي وداها الصومال؟ جالا عريس صومالي هيسطرها، نقول له لا ونسيبها تعنس؟ لا طبعا نسيبها تعنس. انا بصراحه لو جالي واحد صومالي والله كنت عنس. ما انت عارفه الصومال او التعنيس بيبقوا. وبعدين؟ وبعدين؟ في ايه؟ اتفضل حضرتك في كنيبه. كنيبه كابينه سته. كنيبه لوك لوك لوك. لو مش عاجباك ادخلي خمسه مفيش مشكله. يا حسين هو مفتاح الصومال كام؟ الو مين بيتكلم؟ ازيك يا تفاحه؟ اه نعمه حبيبتي. ايه حبيبتي ازيك؟ عامله ايه وازاي عيالك؟ الحمد لله يا حبيبتي كلهم بيسلموا عليكي. لو كان دلوقتي هيبقوا تسعة يا اختي. حمي نفسك شوية يا نعمة. يا اختي قولي خليهم 10 11 12 ان شاء الله. عايزين يجوزوني بالعافية يا نعمة. يجوزوكي مين يا تفاحة؟ معلم زوني بتاع الكشر. بتاع الجزم؟ ما هو كان على أيام الجزمجي، دلوقتي بقى بتاع الكشر. أنا عايزاكي تكلمي حق. هقولي له إن أنا مش هتجوز الراجل ده. حاضر يا حبيبتي هكلمهولك. ايه صوت البومب ده يا نعمة؟ ليه يا ستي؟ ده فين طلعت البلد؟ ده غير بتاع الشهر اللي فات. حسين جوزي بقى ربنا معايا، ده اكيد في المعتقل. حاضر هكلمك. يا ولدي يا نعمه. نعمه ايه ده؟ ايه الانفجارات دي؟ ايه اللي حصل؟ استني استني استني، انت بتعملي ايه؟ واخدني على الحامك هنا ليه؟ هو انا قدك؟ لا ده لسه في طقوس كتير لازم اعملها الاول. طبعا تنسيش ان انا بقالي فتره بعيد عن الملاعب، لازم اسخن الاول بدل ما يجيلي كرامب اثناء الماتش ويقعدوني على دكه الاحتياطي. بموت في ضحكتك السافله. عميه حبيباه. لا 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 لا، مال وشك مخطوف كده ليه يا عمو؟ اصله لما بياخد حبايه الضغط بتبهدله. عشان كده تلاقوني دايخ ولازم اخش اريح شويه. عن اذنكم. ازاي؟ ده احنا قلنا لازم نيجي نقعد عندك عشان نخلص موضوع جواز تفاح. قصدك نناقش موضوع الجواز؟ طب وانا مالي انا؟ يعني انت مالك؟ انت كبرنا وبعدين انت صاحب الجوازه دي. طب ممكن تيجوا بعد ساعة يكون مفعول الحباية خلص والضغط نزل شوية. أنا هخش أفك مية وقت. لا إحنا في إيه ولا في إيه؟ ولا خد خد رايح فين أنت؟ إزيك يا عم؟ أنا ما سمحتش لحد يدخل. أنا مستغرب. ربنا يا عم. أوعى تنسى كلمة سر عصفور. عصفور مين؟ لا ده عصفور كنت مربيه طائر. كنت عملته القعده دي تحت. ما تتجوزي بقى وتخلصينا من انا مش عارف اكلم ولاد. لو ولا بس يا حبيبي يا زي الفل. ده اللي اقل منك متجوزين وعندهم عيال حلوين. يا بنتي انت كل اللي يهمك تعرفي عنه هي. انا عايزاكي تجيبي لي خرزه زرقاء كده حلوه زي دي. كلام اختي على الليره عندك انا اهو. جوز ياسر 24 ساعه مسطول مشتري برتانيا بس هو ولا ازازه ايه يا بنت؟ ازازه نفترين بيري. مكتوب عليها بيره. بتعرف تقرا كويس؟ امال بتسقط ليه؟ ها؟ بتسقط ليه؟ ابرع. احنا بشرنا فيك يا حاج. انت هل انت؟ انت هل انت؟ سيبه يلعب يا حاج فيه. ايه صوت الحمار ده؟ سيبه يلعب. ابنك قعد ولا حلو؟ ابنك قعد. عايزين تبعوني بالرخيص؟ ماشي.
انا هسمع كلامكم، بس يبقى في فتره خطوبه الاول. خطوبه؟ خطوبه يا جدع انت؟ الله، تعوزني في شبت دي انزل عشان اشتري في البلنتاين دباديب لخطيبتي؟ يا معلم، هو احنا هنوقف الجواز عشان خاطر الدباديب؟ بلاها الدباديب. ايوه، هات لها ارانيب. ماشي. طب نسوين لما يسالوني راح فين يا زهري؟ قال لهم رايح افسح خطيبتي. دول كانوا كلوني. دي فترة وهتروح لحالها يا معلم. البنت برضه بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي؟ بالصلاة على النبي. على النبي. من حقها حقها انها تعيش مشاعرها مشاعرها زيها زي أي بنت بنت خلقها ربنا ربنا. وسمعني سلام، كتر الشطة تجيب بواسير، كتر الشطة تجيب بواسير، كتر الشطة تجيب بواسير. بواسير ايه؟ شطة ايه؟ ايه يا معلم؟ ما هو من حق البنت انها تعبر عن مشاعرها برضه. مشاعرها؟ ليه؟ هتجوزها لتامر ايه؟ حسني؟ انا اما احب اعبر عن مشاعري يعني اعبر في اوضه النوم. في مشاعر مش هتشط اكتر من كده. انت ازاي تتكلم عن اختي بالطريقه دي؟ بس هسيبه، مش خطيبته. بكره انت لما تتجوز هتعرف معنى المشاعر. يلا امشي بقى عشان اعرف اتكلم مع المعلم. ماشي، يلا امشي. ماله بيعمل كده؟ بيقلب الكلام في المال، اصل بياخد وقت على ما يفهم. ما شاء الله طالع لك. اه طبعا، مش عمو. اذا كان على منظرك يا معلم قدام الناس ديك عليا، هنعمل لك فرح كبير قوي في الحته عشان الناس كلها تفتكر ان انت اتجوزت على طول. بعد كتب الكتاب ده عبر عن مشاعرك براحتك. ايوه، اظن من حقي بقى ان انا اخد الحلاوه دلوقتي عشان انا كمان اعبر عن مشاعري. لا، مش لما الناس على بر الاول يا اونكل. خد عبنا تفاحه، بعتني بالرخيص. ما كانش قدامي غير كده، العاصفة كانت أقوى مني، كنت لازم أوطلها. كنت فاهم إن حبنا أقوى من كل العواصف، وقدام ما وطيتي مرة هتفضلي موطية العمر كله. اللي زي زهني ده عايز جوازة في السريع البني، لما زهوي يفضها سيرة ويخلع. طب فرضنا زهني ده صبر وما خلعش. يصبر مين؟ ده أنا هكرهه في عيشته، نهايته هتبقى على إيدي. يستحسن عشان ده لو ما حصلش نهايتكم أنتوا الاتنين هتبقى على إيدي أنا. للدرجة دي يا واد بتحبني؟ أنت بتعمل إيه؟ أنا هكون بعمل إيه يا باشا؟ بغير الأنبوبة. في يا حاحا، يرضيك كده لو الأنبوبة فرقعت في وشنا؟ الله، في ايه؟ انت مش لسه مغيراها من يومين؟ ما هي بتخلص بسرعه عشان يعني بغلي الحقن. فعلا الغاز بيسحب حقن كتير. يا سلام. طب يلا يلا شيل انبوبتك من هنا ووريني رشاقه خطوتك. يلا اخلع. اشتريت معامله دي يا استاذ حاحه، تعالى برضه على باب الله زي بعض. نعم اخويا زي بعض. انت هتعمل راسك براس يا معفن؟ غور يا غور، مش عايز اشوف وشك كده تاني. غور. الف مبروك يا عروسه. أنا قابلت المعلم زوني تحت ووافق على الخطوبة. ألف مبروك أختي، بقولها لك من كل قلب. ما تقوليش كده، ده أقل واجب بين الإخوات. على شط بحر الهوى. لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إيه يا ولية منك له؟ إيه؟ إيه الغز اللي هيطق من عينيكوا ده؟ عايز تبقى مسخرة الحتة وتجيب التهزيق لنفسك؟ تهزيق ايه يا وليه اللي هزقه لنفسي ده؟ بتبص بره يا معلم، طب ما تبص جوه الاول. تخليف ايه يا وليه اللي انت بتقوليه ده؟ واحد بتاع انابيب جه وقال لي انك خطبت. لا يا حبيبتي، انا لسه هخطب، وبعدها البس دبل، وبعدها هفسح خطيبتي في جنينة الاسمان. لا وايه؟ هعزمها على كوكتيل من ابو 2 جنيه. طب هو احنا قصرنا معاك في حاجة يا معلم؟ بقول لكم ايه؟ اللي مش هتتعدل فيكم هطلقها واتجوز عليها. اتلموا اتعدلوا، جاكم البلد اله يجيكم عصرتوا تسونامي ياخد اجلكم يمسحكم من على وش البسيطة. الف الف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. بكره الحته كلها هتتفرج عليه. ايه؟ قصدي هتفرح بيه. الله يبارك فيك. اخبار مشاعر الموزه ايه؟ ما تقلقش يا معلم، هي البنت لما هتتعرف عليك هتقولك ارحمني واتجوزني بسرعه عشان تعبر هي عن مشاعرها. يا ريت ال ماشي حسن. محفوظ، حقك محفوظ. ده النص. وبعد تسليم البضاعه النص الثاني. عندك ايه يا عم؟ ايدك فلوس. ايه يا باشا؟ ده المخدرات في بيتك. ايه دي فلوسه؟ ايه فتش المحل، طب على الراجل ده. ايه ده يا سعادة الباشا؟ يا سعادة الباشا، ده انا عمري ما شربت نفس مخدرات.
ده انت لو نفسك تاكل ملوخيه وحطيت قدامي كيلو بانجو وكيلو ملوخيه انا ممكن اطبخ لك البانجو على انه ملوخيه. خلصني، هتشهد ذهني ولا لا؟ سعاده الباشا، اصل سعادتك مش واخد بالك، ذهني ده مفتري قوي، انا خايف اشهد ضده اول ما يخرج من السجن يقطعني يشرحني. خلاص، انت وهو هتشرفوا سوا في السجن، وهناك هيعلموك تفرق بين البانجو والملوخيه. أي صحيح يا باشا، ايه الفرق بين البانجو والملوخيه؟ مش ده عشب وده عشب ونفس اللون اخضر واخضر، بتعرفوها ازاي؟ خدوا عسكري. ليه القلبه دي؟ خلاص يا باشا اشهد، اشهد ضده، بس قول لي اشهد ايه؟